في هذه المحاضرة سنتطرق للإشعاع الشمسي، أو بعبارة أخرى سنتطرق للإشعاع. وأقول الإشعاع ولا أقول الإشعاع الشمسي، أننا سنتطرق للإشعاع الشمسي والإشعاع الأرضي. وبالنسبة لنا في الدراسات المناخية، دراسة الإشعاع تكتسي أهمية كبيرة جدا، لأن العناصر الأخرى مثل الحرارة والضغوط والرياح والتساقطات ترتبط بهذا العنصر. ودراسة الإشعاع الشمسي تبقى مهمة، لأن الحرارة فوق سطح الأرض ترتبط بالإشعاع الشمسي بنسبة كبيرة وبجزء بسيط بالتيارات الداخلية للأرض. والغلاف الجوي الإشعاع الشمسي يخلق لنا حركة داخل الغلاف الجوي. حينما نتحدث عن الإشعاع أو عن الدراسات المناخية ودور الإشعاع فيها، يجب أن نقف عند الإشعاع الشمسي وعند الإشعاع الأرضي. فالإشعاع الشمسي والإشعاع الأرضي هناك فرق بينهما. فالإشعاع الشمسي هو إشعاع منظور ومحسوس، أي أننا نرى الضوء، نرى النور ونحس بالحرارة. بينما الإشعاع الأرضي هو إشعاع محسوس فقط، أي أننا لا نرى هذا الإشعاع ولكن نحس به، أي أن الإشعاع يقوم بتسخين الجو فنحس بالدفء. والفرق بين الإشعاع الأرضي والإشعاع الشمسي يرجع بالدرجة الأولى إلى الحرارة فوق الجسمين. قبل أن نتطرق لهذه الحرارة، نعود إلى أن الحرارة يعبر عنها بوحدة تسمى الكالوري في السنتيمتر المربع للدقيقة، أي أن الكمية الحرارية التي تصل إلى أعلى غلاف الجوي، وقد حددها الباحثون في 2 كالوري في السنتيمتر المربع، أي بعبارة أخرى أنه إذا أخذنا 1 سنتيمتر مربع وقابلناه مع الإشعاع الشمسي فإنه سيتلقى 2 كالوري في كل دقيقة، وهذا ما يسمى بالثابت أو القار الشمسي، لا كونستانت سولير. إذن هناك فرق بين الإشعاع الشمسي والإشعاع الأرضي. هذه الكمية التي تصل إلى أعلى الغلاف الجوي لا تصل كاملة إلى الأرض، لا تصل كاملة إلى الأرض، لأن الأشعة عند دخولها إلى الغلاف الجوي تتعرض لمجموعة من التأثيرات التي سنعود إليها. هذا الرقم 2 كالوري نسميه بالثابت لأنه لا يتغير، لأنه في أعلى الغلاف الجوي هناك أمرين يشتغلان بشكل متناقض، حيث الأشكال البارزة فوق الشمس تقوم بإرسال الأشعة، والغازات الموجودة في الأعلى تقوم بامتصاص هذه الأشعة، فيبقى هناك نوع من التوازن. والشمس حينما ترسل أشعة ترسلها بموجات مختلفة، فهناك الموجات القصيرة التي تمتد من 0، الموجات القصيرة، موجات متوسطة، وموجات طويلة. وحينما نتحدث عن الإشعاع الشمسي لا بد من الحديث عن طبيعة هذا الإشعاع. فالشمس تطلق أشعة
بموجات مختلفة، موجات مختلفة. وقبل أن نتحدث عن هذه الموجات لابد من تعريف الموجة. ما معنى الموجة؟ الموجة هي حركة اهتزازية تنطلق من الجسم المشع، أي من الشمس أو من أي جسم مشع، وتتميز بثلاث خاصيات، هي السرعة لابيتس والتي تساوي سرعة الضوء اللي هي 300,000 كيلومتر في الثانية، الثانية ثم التردد أي عدد المرات التي تهتز فيها الموجة في الثانية، وطول الموجة أي الفرق بين اهتزازة وأخرى. والقاعدة تقول، القاعدة تقول أن السرعة تساوي التردد مضروب في طول الموجة. فإذا علمنا أن السرعة ثابتة يمكننا أن نقول أن هناك علاقة عكسية بين التردد وطول الموجة، أي بعبارة أخرى الموجات الطويلة كما نلاحظ في الرسم، الموجات الطويلة طول الموجة هي الأقل تردداً، والموجات القصيرة هي الأكثر تردداً. وطول الموجة يعبر عنه بالكالوري، وطول الموجة يعبر عنه بالميكرون أو بالانغستروم. الميكرون هو الجزء الألف من المليمتر، وواحد ميكرون يساوي 10,000 انغستروم. هذه الموجات تختلف من حيث طولها، كاين موجة طويلة، موجة قصيرة، موجة متوسطة. هذه الموجات كلها تشكل لنا ما نسميه الطيف الشمسي، السبيكتر سولار. هذا الطيف الشمسي ينطلق من 0.1 إلى 0.4 هي الموجات القصيرة أي فوق البنفسجية، من 0.4 إلى 0.78 هي الموجات المتوسطة أي المرئية، من 0.78 فما فوق هي الموجات الانفراروج الدون الحمراء. وكل جسم حينما يتلقى أشعة يصبح مشعا، ويصبح مشعا حينما تتعدى حرارته الصفر المطلق 0 كلفن، أي 273 درجة على سلم كلفن. وكل جسم يعطي أقصى إشعاع عند جزء من الطيف الشمسي، وذلك له علاقة بالحرارة المطلقة للجسم. فالسؤال الذي يطرح هو لماذا أقصى إشعاع شمسي وأرضي لا يقعان عند نفس الموجة؟ لأن الحرارة المطلقة فوق الجسمين تختلف. إذا أخذنا سطح الشمس الحرارة المطلقة هي حوالي 5,800-6,000 درجة، بينما الحرارة المطلقة فوق سطح الأرض هي حوالي 288 درجة، أي 15 درجة كمعدل زائد الصفر المطلق 273 هي 288. والقاعدة تقول أن كل جسم، أن طول الموجة التي يقع عندها أقصى إشعاع مضروبة في الحرارة المطلقة للجسم تعطينا 2900. إذن 2900، إذن 2900 تساوي، أو 2900 مقسومة على الحرارة المطلقة تساوي طول الموجة. إذن بالنسبة لسطح الشمس 2900 مقسومة على 5800 هي 0.5، أن طول الموجة التي يقع عندها أقصى إشعاع شمسي تقع هنا، أي في الجزء المرئي، أي الإشعاع الشمسي هو إشعاع مرئي، بينما بالنسبة للأرض الحرارة المطلقة
هي 288 5900 مقسومة على 288 تساوي تقريبا 11، أي أن أقصى إشعاع أرضي يقع عند الموجات الطويلة أي الغير المرئية، وهذا له علاقة بالحرارة المطلقة لكل جسم، طول الموجة التي يقع عندها أقصى إشعاع. من هنا مثلا نعطي مثال لنوضح الفرق بين الإشعاع الشمسي والإشعاع الأرضي. خذ حجرة معينة وضع فيها قطعة حديدية نقوم بإيصالها بالتيار الكهربائي. ماذا نلاحظ في البداية؟ القطعة الحديدية يتم تسخينها، سنحس بالحرارة ولكن لا نرى مصدر هذه الحرارة. إذا تركنا القطعة الحديدية تسخن أكثر تسخن أكثر حتى يصبح لونها أحمر، ماذا نلاحظ؟ نلاحظ بأن الحرارة ارتفعت، القاعة أصبحت مضاءة، وأصبحنا نرى نحس بالحرارة ونرى مصدر هذه الحرارة. إذن في البداية حينما كانت القطعة باردة بدأت تسخن كنا نحس بالحرارة ولكن لا نراها، أي ليست مرئية، أي موجات طويلة، ولكن حينما تم تسخينها وبدأت تطلق بدأنا نرى الحرارة، بدأنا نرى النور ونحس بالحرارة، أي الحالة الأولى هي الأرض والحالة الثانية هي الشمس. والأشعة الشمسية كما قلنا في البداية عند دخولها إلى الغلاف الجوي، عند دخولها إلى الغلاف الجوي نجدها تتأثر، وذلك بواسطة الغازات الموجودة في الجو، وهذا التأثير يتم بواسطة ثلاث حالات: أولاً التوزيع والانتشار، الامتصاص، الانعكاس. فالأشعة الشمسية عند دخولها إلى الغلاف الجوي تتعرض لمجموعة أو تعترضها مجموعة من الجزيئات أو الغازات، فتؤدي هذه الغازات إلى تشتيت هذه الأشعة الشمسية في الاتجاهات المختلفة. وهذا التشتيت له علاقة بطول الموجات وبحجم الجزيئات، فالجزيئات الصغيرة جداً تشتت فقط الموجات القصيرة جداً، ولهذا حينما يكون الجو صافياً تكون فيه جزيئات صغيرة جداً تشتت فقط الموجات القصيرة فوق البنفسجية، ولهذا يكون لون السماء أزرق. بل العكس هو الذي يحدث في الحالة التي يكون فيها الجو فيه جزيئات صغيرة متوسطة وكبيرة، تشتت كل الموجات فيكون لون السماء عبارة عن خليط. بفضل عملية التشتيت دائما يبقى السماء مضاءا حتى في الوقت الذي تكون فيه الشمس محجوبة عن الرؤية، أي أن هذه الجزيئات هي التي تجعل أو تشتت هذه الموجات وتضيء السماء. الامتصاص، الغلاف الجوي يمتص الأشعة ويحولها إلى حرارة، لأن كل جسم حينما يمتص الأشعة يتم تسخينه فيصبح مشعاً، لأن الغلاف الجوي يمتص الأشعة ويحول جزءاً من هذه الأشعة نحو سطح الأرض فيقوم بتسخينه. وهذا الامتصاص يتم بواسطة بخار الماء، الغاز الكربوني والأوزون. فبخار الماء يمتص الأشعة الدون الحمراء كما رأينا، ونفس الشيء بالنسبة للغازات الأخرى. الانعكاس، السحب وسطح الأرض يعكسان الأشعة الشمسية التي تصل إليهما، فسطح الأرض يعكس، هذا الانعكاس يتم حسب طبيعة السطح، حسب زاوية سقوط الأشعة وحسب الموجة التي تصل بها الأشعة. فالسطح دائما السطح الأبيض يعكس
الأشعة بينما السطح الأسود أو الغير الأبيض يمتص الأشعة الشمسية، ولهذا نجد تناقضات كبيرة بين العروض البيمدارية التي تصلها الأشعة أولاً عمودية، وثانياً عملية الإنعكاس، وثانياً لون السطح ليس بالأبيض. إذن عملية الامتصاص تكون مهمة وعملية التسخين تكون مهمة، عكس العروض القطبية التي تصلها الأشعة الشمسية مائلة. وكذلك تصلها الأشعة الشمسية مائلة، وكذلك لون السطح أبيض، ولهذا هذه المناطق تشكل خصاصا بالنسبة للحرارة. هذه العملية تخلق لنا مجالين أو منطقتين، منطقة باردة في العروض القطبية ومنطقة حارة في العروض السفلى، وهذا سيكون له انعكاس على الضغط الجوي وعلى الرياح وعلى المناخ فوق سطح الكرة الأرضية. وسنعود إن شاء الله إلى هذه النقطة عند دراسة الضغط الجوي، وسنعود في الفصل الثالث إلى هذه العناصر المختلفة. وشكراً.